مرحبا زي مرة ثانية. الدرس الثاني لليوم للسلسلة تعلم أدوبي بريمير راح ندخل بطريقة استيراد وترتيب الملفات وكيف تضيفها على البروجكت مالتك. فأنا عندي حالياً هنا البريمير مفتوح، راح أقوم بعمل نيو بروجكت اللي هو بروجكت جديد أو مشروع جديد. راح يقول لك سمي، راح نسمي سامبل مثلاً، أي اسم كيفك. أوكي، راح يقول لك طريقة العرض مالتك، يعني لما تشتغل بالفيديو وتحرك وتغير وتضيف مؤثرات تريد تعرض عن طريق الكارت الشاشة لو عن طريق المعالج. إذا كان مالتك كارت الشاشة قوي يتحمل وفي كودا اللي هي من نيفيديا، اختار الكودا لأنه هو أسرع، راح يقلل الشغل على CPU وراح يساعد بالعرض بطريقة أسرع. الفيديو هذا كله المؤهل ما كان، خليها لا تغير فيها، خليها بالستوك. سكراش ديسك اللي راح يكون مكان خزن البروجكت مالتك، دائما اختار الهارد ديسك أو مو شرط تغير بيه، خليه على الستوك اللي هو دائما السي. بس إذا كان عندك السي صغير لازم تغير منه، مو كلهم يحتاج تغيرهم كلهم، غير بس الفيديو بريفيو أوديو بريفيو إلى آخره، قسم من هذه الأشياء غيرها على الهارد ديسك مالتك السريع. طبعا أنصح باستخدام هارد ديسك أو أقراص من نوع NVMe أو SSD أثناء المونتاج حتى تعطيك أحسن أداء، لأنه مثل ما نعرف أن الهاردات القديمة بطيئة اللي هي المتحركة الهارد ديسك هذه بطيئة، فاستخدم SSD اللي هي Solid State Drive اللي هي تكون أسرع، راح تعطيك السلاسة بالشغل أكثر. فأنا أرد أسمي المشروع اليوم بسامبل وأدوس OK. الطريقة الاحترافية للشغل أنه ترتب ملفاتك حتى يساعدك بال مثل ما نقول workflow أو طريقة شغل سلسة وسريعة حتى ما تضيع وقتك. فهذا المكان مثل ما نعرف أنه البروجيكت اللي راح نضيف به الوسائط مالتنا اللي تقدر تضيف به صور، صوت، أي شيء تقدر هنا تضيف اللي راح تستخدمه هنا بهذا المكان تضيفه. ومعظم الأشياء أو معظم الصيغ أدوبي راح تقدر تفتحها، لأنه مثل ما نعرف أدوبي بريمير برو هو من أحسن البرامج باستقبال وسائط الفيديو والصوت والMP3 والويف والMOV والMP4 إلى آخره. يعني البريمير شوي متفوق على البقية من ناحية استقبال جميع الوسائط اللي راح تحتاج تحولها، رأسا بيفتح لك إياها. المهم هذا المكان قلنا راح نضيف به الوسائط. كيف راح نضيف وسائط؟ أكو عدة طرق نضيف بها الوسائط. هنا عندك الطريقة الأولى أنه بهذا المكان نضغط دبل كليك، راح يفتح لك المتصفح اللي هو بهذا المكان تختار الملفات اللي تريدها، تريد تحددهم كلهم، تريد تختار Control All وتضيف كل الملفات مثلا بهذه الطريقة. أوكي، أكو عدة طرق تضيفها، مثلا بهذه الطريقة وتقول له Open وضفت الملفات كلها اللي هي مرفقة مع البرنامج. طبعا هذه ملفات يعطوك إياها مثل للتدريب مع البرنامج. أكو طريقة ثانية مثلا أنا أضيف غير مقطع، تفتح المتصفح الماتيك مال Explorer، وين مثلا أريد أروح أنا على الديسكتوب مالتي، عندي example video مثل ما نشوف أنا مقسم مالتي للشغل أنه هو example مع المثال مال اليوم، مقسم إلى فولدرين، واحد audio واحد video. أفتح الفيديو وحسب الكاميرا كذلك مقسم، إذا عندك أكثر من كاميرا أكثر من زاوية أو أكثر من تاريخ رتبهم حسب التاريخ واليوم والكاميرا والنوع إلى آخره، أو الشخص أو المصور حتى يساعدك بالشغل بطريقة أسرع. نفتح الكانون 5D، عندي مقطعين للفيديو، اختار هذا اسوي دراج اند دروب مثل ما تشوف، تمسكه وترميه راح ينضاف على البروجكت. فضفنا الملفات اللي نريدها، مثلا تريد تضيف مؤثرات اكثر او تريد تضيف موسيقى او تريد تضيف الى اخره. اوكي، مثلا نضيف مقطع موسيقي، نختار مثلا هذه الملفات الصوتية قبل بإضافة مقطعين موسيقى. نجي المرحلة الثانية بعد ما ضفنا كل شيء. إذا كان مشروعك ضخم بملفات كثيرة صوتية وإلى آخره، حتكون عندك هاي المنطقة مثل يعني بها أشياء كثير، يعني مثل عندك ارتباك. فش نسوي؟ نسوي فولدرات أو مجلدات نضيف بها حسب النوع. فراح نسوي رايت كليك بالفراغ هنا، أوكي، مثل ما نشوف يطلع لنا نيو بن، يعني مثل مجلد جديد. إذا ما كان أكو مكان أو فراغ حتى تضغط هذا، تقدر بنفس المكان تدوس من هنا نيو بن، افتح ملف جديد اسميه فيديوز واحدد كل افلام مالتي بهذه الطريقه وارميها بالفيديوز حتى يرتب لي، يصير عندي المكان انظف واقدر اوصل الملفات مالتي بطريقه اسرع. راح اسوي نيو بن ثاني اسميه اوديو، اوكي، اختاره وارميه بالصوت. راح يساعدنا مجلدين، واحد للفيديو واحد للصوت، حتى لما اريد اضيف شيء اعرف وين انتقل عليه بسرعه. وكذلك اذا كان عندك مثلا داخل هذا المجلد اضيف مجلدات اضافيه حتى اعرف الفيديو مالتي، راح اسمي واحد نسمي بيرول اللي هو الفيديو المناطق الطبيعيه، اضيفه بالبيرول. واسوي ملف ثاني اسميه كاميرا 1 مثلا، اضيف بيه الكاميرا 1، فصار عندنا الملفات مالتي مرتبه.
فدائما رتب ملفاتك حتى يساعدك بالشغل بطريقة أسرع. مثل ما نعرف إنه هذا هو التايم لاين اللي راح يكون بالملفات مالتنا نضيفها على الوقت، وراح يشوفنا التغير بال يعني الوساط مع الزمن. فأرد أبدي أضيف الفيديو مالتي، راح أختار مثلا من هذا المقطع. أوكي، مثل ما تشوف إنه لما تحرك الماوس بدون ضغط، تحرك بس يمين يسار على الفيديو، راح يسوي لك عرض مؤقت للفيديو. أوكي، فتختار الفيديو اللي تريده، تمسكه ترميه على التايم لاين، راح يبدي يسوي لك سيكونس. مثل ما نشوف انه الفيديو هذا المرفق من ادوبي ما بي صوت، مثلا نشوف انه خط مستقيم ما بي صوت لانه يعطوكها بدون صوت. امسح هذا بالديليت، اضيف هذا المقطع اللي هو اتوقع سلو موشن. ايه سلو موشن، تشوف كم او يعني فريم بالثانية او تفاصيل الفيديو. ما اعرف ليش يعني ادوبي يعطوك ريزوليوشن جدا قليل، اتوقع علشان يشتغل الفيديو على اي حاسبه وتقدر تتعلم مع يعني اي كمبيوتر بمواصفات قليله، فيعطوك فيديو بجوده جدا قليله اللي هي 360 بي، جدا قليله يعني حتى مو 720، وتقدر تشوف كم فريم بالثانيه. المهم بهذه الطريقه مثل ما قلنا راح نعرض الفيديو بطريقه مؤقته حتى نختار من يا ثانية راح نضيفه. مثلا انا ما اضيف الفيديو كامل واقطع من الامام واقطع من الخلف وحرك، راح يصير لنا ضياع بالوقت اللي هاي طريقة غلط للمبتدئين. اوكي، فشو نسوي؟ ما نضيف بهذه الطريقة، نفتح الفيديو هنا دبل كليك. اوكي، ومين تريد تبدي الفيديو؟ مثلا اريد ابدي من هذه الثانية. اوكي، راح ادوس هذه الان او الاي، حرف الاي، حتى ابدي من هذا المقطع، ابدي من هذه الثانية. وين اريد انهي لهذا الفيديو؟ ادوس هذا القوس اللي هو المارك اوت او حرف او. دائما نستخدم الكيبورد للشورت كات، احفظ الشورت كات المهمه اللي هي ال في سي تي ال ار كيو اي او الى اخره، واسوي او او الاوت واضيف الفيديو على التايم لاين. تقدر منها تسوي له دراج اند دروب، انا دائما استخدم هالطريقه لانه بس احتاج الفيديو بدون صوت، لانه اوريدي الصوت مالته ميوتد او ما بي صوت. وكذلك انا بشغلي ما استخدم الصوت من الفيديو، استخدم الصوت واحد يعني اسجل بمسجلات خارجيه واضيف على التايم لاين. فريد بس الفيديو، راح امسك هذا واسوي دراج اند دروب ونرمي على التايم لاين. مثل ما نشوف بدا عندنا من وين ما اختارينا وانتهى لحد ما اختارينا. اريد اضيف الفيديو الثاني. اوكي، طبعا انا اضيف بطريقه عشوائيه فقط للمثال مال اليوم. اريد اضيف منه ادوس اي، انتهي احرك بهالطريقه لهنا او دراج اند دروب، ضفنا الفيديو الثاني، شغل الفيديو الاخر، ابدي منه، انتهي بهذا المكان، ضفنا الفيديو هذا. مثل ما نشوف ادوس الت واسوي سكرول للاسفل، يسوي زوم اوت على التايم لاين حتى اشوف الوقت مالته كم وصلت. وصلنا تقريبا 9 الى 10 ثواني. الوقت الحالي اللي انا مأشر عليه، هذا الوقت يعني هذا اللي حاليا مأشرين عليه هو 3 ثواني. هذا هو المكان، وهو نفسه هنا 3 ثواني. لكن الفيديو كاملا كم وقته؟ هنا ينكتب 10 ثواني. هنا ينكتب. مثلا اذا قال لك واحد او كلاينت او تريد تسوي مالتك الفيلم 30 ثانية فقط، كيف راح تسويه؟ راح نجي على هذا المكان هنا الازرق اللي هو الثواني المطلوبة او على التايم لاين، ندوس هنا 30 وانتر، راح ينتقل المؤشر على 30 ثانية. شو نسوي؟ نسوي قوس نهائي اللي هو مارك اوت، معناها لهذه المنطقة راح ينتهي عندنا الفيديو. فمثل ما تشوف صار عندك منطقة محددة انه راح ترتب افلامك بهاي المنطقة لحد ما يوصل عندك الوقت للوقت المطلوب مثل ما تشوف، حتى تعرف وين ان وقتك ما تعبر الوقت المحدد، وتعرف كيف ترتب افلامك في كذا ثانيه محدده. وحاليا تعرفنا كيف راح نضيف ونستورد او نسوي استيراد وامبورت للملفات، وكيف راح نرتبها بفولدرات حتى يساعدنا بالشغل بطريقه اسرع. نشوفكم بالدرس الثاني، والى اللقاء.